جلسات وأوراق بحث علمية جديدة يطرحها أخصائيون خلال المؤتمر العلمي الأول للمداوات اللبية في طب الأسنان في رحاب جامعة الشام الخاصة في اللاذقية. هذه التظاهرات العلمية مفيدة جدا لطلابنا، بتعزز خبراتهم العملية وبتطلعهم على أحدث التصنيفات وأحدث الأجهزة وأحدث الأفكار وخبرات العدد كبير من الدكاترة الموجودين ضمن مجال طب الأسنان، لذلك نحن نهتم جدا في هذا الشق من التعليم. 4 محاضرات تقنية، مثل ما بتعرفوا طب الأسنان بتطور بشكل سريع وتقريبا بشكل يومي في تطور في طب الأسنان، فهناك محاضرات جديدة وتقنيات حديثة تفيد الطالب في تعلم ما هو جديد في مجال طب الأسنان. محاضرات نوعية وتبادل للمعلومات والمعارف تفتح نافذة جديدة لرفع كفاءة الخريجين ومستواهم العلمي والتخصصي. يتضمن المؤتمر يوم نظري، محاضرات نظرية لمحاضرين من اللاذقية ودمشق حول آخر مستجدات المداوات اللبية، وفي اليوم الثاني راح يكون في مجموعات تدريبية على أحدث الأجهزة للتحضير الآلي في المعالجات اللبية. هي شركة كرام هي الشريك الرسمي اللي قدم المؤتمر النظري، وفي مؤتمرات عملية كمان تكون للطلاب. العملي راح يكون شغل أحدث الأجهزة الموجودة بالسوق، إن كانت هي أجهزة تحضير آلي أو تصوير شعاعي، وهي الأجهزة هي ما موجودة ضمن الجامعات وما بيقدروا يقدموا لهم اياها ضمن منهج دراسي، فنحن مشان نقدر نعوض من هذا الشيء عم نعمل دورات مجانية، عم تقدم الشركة للطلاب لتقدر تقدم الفائدة ويتعلموا الطلاب منها. مؤتمر المداوات اللبية مساحة جديدة للتعرف على أحدث التطورات العلمية والعلاجية في طب الأسنان.